أهلا بكم. سيطرت قوات الدفاع المدني بمحافظة المنيا المصرية على حريق نشب بالطابق الأرضي لكنيسة لانبابيشوي جراء ماس كهربائي. يأتي الحادث بعد يومين من حريق بكنيسة أبو سيفين بمحافظة الجيزة، وبعد يوم واحد فقط من حريق محدود نشب في كنيسة الأنبا موسى بالجيزة. وأكدت محافظة المنيا أنه تمت السيطرة على الحريق من دون إصابات، وقد باشرت النيابة العامة التحقيق وحصر التلفيات. وللتعليق ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة المصرية. سيد إبراهيم، أحييك على شاشة الجزيرة مباشر. وابتداء، هل لديكم معلومات حول الحريق الذي نشب بالأمس في إحدى الكنائس بالجيزة، وتحديدا على ما أعتقد في كرداسة واليوم في المنيا؟ يعني بخصوص كنيسة الأمس، هو مجرد يعني اشتعال نيران في اللوحة الكهربائية الخاصة بالكنيسة، وتم إخماد الحريق لحظتها في مكانه ولم يمتد إلى خارج اللوحة. إنما بالنسبة للنهاردة، هو كان حريق في كنيسة القديس الأنبا بشوي في المنيا الجديدة، ويعني الحريق طال الكنيسة من الداخل وأتى على محتوياتها بالكامل، ولكن الحمد لله أنه لم يصب أي إنسان بأي إصابات. سيادة القمصة، يعني هل علم ما الأسباب وراء حريق كنيسة المنيا؟ يعني هو فريق النيابة العامة أجرى تحقيقاته وقام بفحص المكان، وربما يصدر يعني بيان بين لحظة وأخرى من النيابة العامة. طيب، يعني حتى الآن كنيسة أبو سيفين في الجيزة التي في امبابة راح ضحيتها أكثر من أو حوالي 41، وبالأمس كنيسة كرداسة، ده ياخذنا لمسألة الإجراءات السلامة والإجراءات اللي خاصة بمعاينة يعني الأجهزة الكهربائية سواء المكيفات إلى آخره. يعني هل هناك يعني نظام لمثل هذه الأمور يتبع في الكنائس بشكل عام في مصر أم ماذا؟ يعني هو زي ما حضرتك بكل تأكيد تعلم أنه لدى الكنائس المصرية خبرة كبيرة في التعامل مع التجمعات. الكنائس المصرية عادة ما تمتلئ بالمصلين، وهناك اجتماعات وهناك أنشطة يرتادها مختلف الأعمار من الأطفال وحتى كبار السن. هذا الأمر مظهر متعارف عليه وله تاريخ في الكنيسة، وبالتالي المسؤولين الكنسيين لديهم خبرة كبيرة في التعامل مع التجمعات وكيفية حفظ سلامتها. هذه الأحداث ربما تزامنها خلال أيام قليلة، 3 أيام متتالية، هو الذي فرض السؤال، والسؤال بالفعل منطقي، ولكن بالنظر إلى كل حادثة على حدة نجد أن الأمر كل في إطاره وكل له ظروفه. نعم، أنا لدي تعليق هنا صحفي وأتمنى أن يعني تعلق عليه سيادة القمص. هو تصريح لي الآن بفام، وهو أسقف شرق المنيا، يقول: كل ما يقال على أن حريق كنيسة المنيا سببه ماس كهربائي كلام غير صحيح تماما. الطابق الأرضي بالكنيسة كان مغلقا، أجهزة التكييف مغلقة، وأجهزة الأمن ما زالت تبحث عن السبب. هل لديكم أي تعليق على هذا الكلام؟ هو ده بيتسق ويتفق مع ما قلت منذ لحظات، أنه هذا الأمر يترك لجهات التحقيق
لكن استباق الأمور والإشارة إلى أسباب أمر يعني ليس له محل في هذا الموقف. التلميحات بأن وراء ما يحدث للكنائس المصرية في غضون أيام قليلة أن هناك أسباب يعني غير مسألة القضاء والقدر، مسألة المس الكهربائي، أنتم كيف تنظرون لهذه التلميحات سيادة القمص؟ يعني هذا الكلام لمن يريد أن يتعامل، هذا الكلام مقبول وله صدى لدى من يريد أن يتعامل مع الأمور بسطحية وبتسرع، ولكن أنا يمكن لسه كنت بقول لحضرتك أنه كل حادث له ظروفه وملابساته، ونحن نعلن كل الأمور بكل وضوح وكل شفافية وبالرجوع إلى البيانات الصادرة عن الكنيسة والتصريحات الرسمية من قداسة البابا. يعني ده بيقدم صورة دقيقة وواضحة لكل حدث. طيب طبعا أقصد تصريحات قداسة البابا الخاصة بكنيسة إمبابة. طيب يعني سيادة القمص، أنا لدي تغريدة لرجل الأعمال المصري المعروف نجيب ساويرس في سياق حريق كنيسة أبو سيفين، أنا سأقرأها، هل تحب أن تعلق عليها؟ يعني الأمر متروك لك أم لا؟ ما فيش مشكلة. طيب أنا سأقرأها الآن وأعود إليك. مشاهدينا الكرام، جدل واسع في مصر أحدثته تغريدة لرجل الأعمال نجيب ساويرس بشأن حادث حريق كنيسة أبو سيفين بالجيزة، إذ عدها ناشطون وسياسيون وإعلاميون مصريون تشكيكا في الرواية الرسمية للحريق. وقال ساويرس في تغريدته أمس: لم أريد أن أكتب تعزية قبل أن أعرف تفاصيل الحادث، لأننا في صعيد مصر لا نقبل العزاء قبل أن نعرف التفاصيل وأن نعرف الفاعل. الله هو المنتقم وهو الذي سيأتي بحق الضحايا. عزائي لمصر كلها بكل المسلمين والمسيحيين، لأن كل من يعبد الله حزين. وقوبلت تغريدة ساويرس بهجوم من سياسيين وإعلاميين ونواب مصريين، وكتب النائب مصطفى بكري قائلا: اتق الله في الوطن يا أخي نجيب، لمصلحة من نشر الأكاذيب والادعاءات التي تبغي من ورائها إشعال الحريق في الوطن، ثق يا ساويرس أن أكاذيبك لم تعد تنطلي على أحد. سؤالي لك: هل ذهبت للمستشفى لمتابعة أحوال المصابين؟ هل فعلت شيئا في ترميم الكنيسة؟ هل حضرت تشييع الجثامين الطاهرة؟ اتق الله فينا وفي الوطن، الناس مكلومة وحزينة، وأنت ترسل ببرقيات الفتنة من الجونة أو الساحل. مصر بأهلها ولأهلها الشرفاء. أعود لسيادة القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة المصرية، تعليقكم على تغريدة نجيب ساويرس سيادة القمص؟ وأنا قرأتها وقرأت حتى تعليق السيد مصطفى بكري البرلماني المعروف عليها، أنت كيف تقيمها وترى؟ أبدا، هو هذه التويتة صدرت بعد حوالي 3 أو 4 ساعات على الأكثر من وقوع الحادث، وقتها لم يكن ملابسات الموقف قد اتضح. هذا الكلام يوضع في السياق الزمني الخاص بمتى صدر فقط. هذا هو تعليقي. لكن التلميح بأنه هناك فاعل ما وراء هذه الحادثة، أنت يعني تستبعد هذا الأمر؟ يعني تماما. يعني الآن عشان كده أنا اتكلمت في السياق الزمني، الآن لو كتب أحدهم سواء رجل الأعمال أو غيره تعليق على الحادث، لا أظن أنهم سيكتبون مثل هذا الكلام، لأنه أصبحت الصورة واضحة تماما، وكل الملابسات الخاصة بها، شهادات شهود العيان، كل الكاميرات توجهت إلى الكنيسة وإلى المصابين، وكل الأمور كانت معلنة، وسمع كل الكلام وكل الشهادات، فلم يجال لأي تأويلات أخرى غير ما أعلن عنه سواء من الكنيسة أو من الجهات المعنية. لكن عفوا سيادة القمص، وأنا أطلت عليك بالفعل،
التغريدة ما زالت موجودة على صفحة السيد ساويرس، لم يقوم حتى يعني بتغييرها، لم يقوم بمحوها، وكانت بعد عدد ساعات ليس بالقليل من الحادثة. يعني اسمح لي، انا يعني انا لا اقصد احد بعينه، انما انا هنا بس اشرت الى ان الكلام ده صدر في توقيت، الامر في النهايه يرجع الى من كتبه وهو المسؤول عنه. اكيد طبعا، لكن اما مصطفى بكري وهو برلماني معروف وبعض الناس يعني للاسف، لا اقول للاسف، لكن قالوا ان هذا كلام نجيب ساويرس مبالغ فيه ويحدث فتنه في مصر. هل تعتقد ان كلامه ممكن فعلا يحدث فتنه سياده القمص ام لا؟ يعني طبعا لكل احد ان يدلي بدلو ويعطي رايا، لكن يعني مصطلح الفتنه مصطلح يعني صعب، ولم يعد لهذا المصطلح وجود في المجتمع المصري في ظل الجمهورية الجديدة. هناك تأسيس للحقوق والواجبات، هناك وضوح في الأمور والشفافية، هناك رؤية تقود كل المواطنين إلى ما يسمى بمنظومة الحقوق، فلا مجال للفتنة. الفتنة ليست في مصلحة أحد، الفتنة كانت موجودة قديما حينما كانت تحقق أهداف ومصالح للبعض، الآن لا مصالح ولا أهداف تقدمها الفتنة لأي أحد في مصر. طيب أخيرا، هل نما لعلمكم بوصفكم متحدث باسم الكنيسة يعني أن السيد نجيب ساويرس تواصل مع قيادات الكنيسة، قام بتقديم واجب العزاء، أو حتى يعني قام بالتبرع فيما يخص كنيسة إمبابة؟ على المستوى الشخصي لا أعلم، لا أعلم ما يمكن أن يكون فعله أو لم يفعل، لا أعلم. سيادة القمص، أنا بشكرك شكرا جزيلا على وقتك للحياة، شكرا جزيلا. القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة المصرية، كنت معي عبر الهاتف من القاهرة، وينضم إلينا الآن عبر الإنترنت من اسطنبول السيد جمال سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون. سيد جمال أحييك، لعلك استمعت إلى تعقيب القمص موسى إبراهيم متحدث باسم الكنيسة على كلام نجيب ساويرس، ورجل لا يرى أن هناك فتنة ويرى أن الأمور واضحة ولا مجال للتأويل، على عكس هذا الهجوم الكبير من قبل مصطفى بكري وآخرين، وأن دي فتنة نائمة لعن الله من أيقظها. أنت كيف ترى الأمر برمته؟ هو الحقيقة أنا شايف أن الحديث المتحدث باسم الكنيسة المصرية هو حديث رجل سياسة، يعني يحاول أن يرسل رسائل معينة إلى السلطة بأن الكنيسة تبرئ السلطة من أي مسؤولية عما جرى، بخلاف أنه الحديث الحقيقة فيه قدر كبير من التناقض. يعني هو بيقول أن احنا لا نستطيع أن نحدد ما الذي جرى بالدقة، هذا متروك لجهات التحقيق، وفي نفس السياق هو يتكلم إنه هناك شهادات والأمر واضح والأمر لا يحتمل شبهات ولا يحتمل قيل وقال. هذا كلام متناقض، يفترض أن تفوض الكلام بكامله إلى جهات التحقيق. والحقيقة أنه يعني غياب جهات التحقيق حتى الآن، وجود أي بيان رسمي لها، أمر يطرح علامات استفهام كبيرة جدا. يعني أين النائب العام الآن؟ لا، لا للحقيقة سيد جمال أنت أدرى مني بالتأكيد، لا كانت هناك نائب العام زار المكان، كانت هناك بيانات رسمية، والجميع أكد على رواية أن المسألة برمتها جاءت بسبب اشتعال النيران في أحد المكيفات، وحتى هذا كان معظم الرد على نجيب ساويرس، بيقولوا له أنت المسألة منتهية، حادث قضاء وقدر، على ماذا تتحدث وعلى ماذا تتكلم؟ يعني أنا لا أتكلم أنه النائب العام تحرك أو أرسل مندوبين أو أرسل وكلاء للنيابة للتحقيق، لكن لابد أن يكون هناك يعني بيان رسمي من النائب العام، من النيابة العامة، بيان مبدئي يحدد ما مخرجات هذا التحقيق، لأن قضية تتعلق بالرأي العام ومثيرة للرأي العام، وهناك قادة للكنيسة الآن يتكلمون بشكل واضح أن في لعب في الكلام ده، في شيء حصل مش طبيعي. وبعدين احنا بنتكلم كنيسة أبو سيفين يعني كان فيها ماس كهربائي، وراح فيها يعني هذا الكم الكبير من الضحايا،
طيب طب الكنائس، 3 كنائس في 3 أيام متتالية يحدث فيهم مس كهربائي، هذا لا شيء لا يصدقه عاقل يعني، لا يصدقه إنسان يعني. في شيء، وإذا كان المهندس نجيب ساويرس، مع احترامي لمن يختلفون معه، لكن كلام المهندس نجيب ساويرس له وجه من الحق فيه كمواطن حتى مصري يعني، بغض النظر عن انتمائه الديني أو الطائفي. يعني وجود تحقيق جدي في هذه المسألة وتحديد من المسؤولية على من، ده مسألة مهمة جدا جدا. اللي حدث في كنيسة المنيا ده أمر بالغ الغرابة يعني. رجال الكنيسة يقولون إن الكنيسة كانت مغلقة، ما فيش شيء في القاعة السفلية بالكامل يعني، لا في أحمال ولا في تكييفات شغالة ولا في ماس كهربي. طب مين اللي ولع في الجوه في الكنيسة إلا أشعل الحريق؟ ولم يكن هناك يعني تعمد أن يشعل الحريق ولا يوجد أحد فيها في المكان يعني، فكلها تلفيات يعني. دمر كما قال المتحدث باسم الكنيسة، دمر كل محتويات المكان. فلا، ده شيء مش مفهوم. وبعدين أنت يعني يفترض أن احنا بنتكلم دلوقتي مع دولة يعني، المسؤولية لابد أن تتسع، لأنه يعني هذه المنشأة الكنيسة كمنشأة رسمية الآن، مثلها مثل المسجد، مثلها مثل المدرسة، مثل الجامعة، مثل المستشفى، مثل دار السينما، دار مسرح، كل هذه المنشآت التي تستقبل أعداد كبيرة جماعية لابد أن يكون لها شروط في للترخيص، لابد لا يكون فيها شروط وضمانات في مخارج طوارئ معينة، في يعني إمكانات السيطرة على مفاجآت في حريق أو كذا يعني. لابد كل الجهات التي منحت التصريح لهذه الكنائس أن تسأل، ولابد أن النائب العام يستدعيها ويحقق معها، لأن المسألة أرواح الناس مش فوضى. أنا أعتقد أنه هناك علامة استفهام. وبعدين إحنا يعني أنا لا أفهم، لا أعرف نية، لا أستطيع أن أدخل في نية المهندس نجيب ساويرس، لكن الذي يعني أعرفه ويعرفه نجيب ساويرس وغيره أنه الأجهزة الأمنية تخترق الكنائس كما تخترق المساجد، ولها رجالها هنا وهنا. فيعني ليس صعبا أن نعرف من الذي افتعل هذه الحرائق في هذا الوقت المتوتر في البلد وفي 3 أيام متتالية. أعتقد أن هذا الكلام يستحق السؤال وتكرار الحرائق. الحقيقة أنا من الممكن أن ألوم مثلا المهندس نجيب أنه هو تعجل في كنيسة أبو سوفيه، لكن وجود حريقين متتاليين في 2 يومين أنا أعتقد أن ده أعاد الاعتبار لكلام نجيب ساويرس، وأنه من حقه أنه يسأل ويقول لا، من حق في إيه؟ إيه اللي حصل؟ ابقى معي أستاذ جمال، لدينا يعني نقاط أخرى خاصة بالملف المصري، أرجو أن تبقى معي لي أن تقوم